مرحبا، سأقرأ لك اليوم حكاية حقيقية من العهد الجديد في الكتاب المقدس. تعلم أن عيسى كان يعيش في بلاد إسرائيل. لقد كبر في المنطقة الشمالية في منطقة الجليل في أعلى الخريطة. كما ترى كذلك يوجد بحيرة كبيرة، بحيرة الجليل، كما تسمى أيضا بحر الجليل. إنها موجودة إلى حد الآن وإسرائيل أيضا. هذه البحيرة كانت معروفة بالأعاصير. في الواقع يمكن أن تكون هادئة، ثم في لحظة تأتي عاصفة كبيرة، حيث نرى غالبا في الكتاب المقدس أن الصيادين يقصدونها حاملين معهم عدة قوارب. أظن أنهم يعملون ذلك للتمكن من المساعدة فيما بينهم إذا كانت هناك مشاكل. ذات يوم عيسى تعب، يتحدث كثيرا مع الناس ملقيا عليهم دروسا عديدة. تلامذته الذين يتبعونه ويعيشون معه اعتنوا بالطلب من هؤلاء الناس الذهاب، وذلك حين حل المساء. بعدها صعدوا على قارب مع عيسى ومعهم قوارب أخرى، لأنهم يريدون العبور إلى الجهة الأخرى من بحيرة الجليل. يجب أن نقول لك أن معظم تلامذة عيسى كانوا صيادي السمك. نعم، إنه عملهم، فلهم العادة في الصيد في البحيرة. إننا نجد لديهم فكرة جيدة لصيد كمية كبيرة من الأسماك، وهي الصيد أثناء الليل حين تكون الأسماك في هدوء وغير مبالية بالخطر. نعم، تلامذة عيسى يعرفون جيدا بحيرة الجليل، وذلك منذ صغرهم. أظن أنهم عرفوا أيضا كثيرا من العواصف. ربما تتساءل كيف يعملون لتجنب العواصف. فعلا في الزمن الماضي لم يكن هناك الساعة لمعرفة الوقت ولا جهاز خاص لمعرفة أحوال الطقس، ولكن كانت هناك تقنيات طبيعية لذلك منذ القدم. هل تعلم أن الله خلق الشمس والقمر والنجوم كي يضيء الأرض، ولكنها تستعمل حتى لقياس الزمن؟ في الزمن الماضي الناس يعرفون الساعة في النهار، وذلك فضلا للشمس والظل، ويعرفون الزمن أثناء الليل بفضل النجوم. كانت ساعتهم وجهازهم لمعرفة أحوال الطقس. الآباء يعلمون هذه الأشياء لأولادهم، خاصة الذين يعملون في الطبيعة سواء كانوا صيادي سمك أو رعاة. النجوم كانت تبين لهم أيضا الطريق الذي يجب أن يسلكونه. في بعض البلدان الناس ما زالوا يستخدمون هذه الطرق. في قصتنا اليوم تلامذة عيسى ظنوا أنهم سيتمكنون من عبور البحيرة دون مشاكل. إذن ها هم في قاربهم فارحين وفي نفس الوقت متعبين من هذا اليوم الطويل. عيسى تعب لدرجة أنه نام واضعا رأسه على وسادة، فنومه كان عميقا. فجأة لا، مصيبة، إعصار في البحيرة وعاصفة عنيفة، أمواج هائلة تضرب قاربهم. كما تعلم فالقارب ليس كباخرة كبيرة، إنه هش، قريبا سيرفع ويسقط. تلامذة عيسى يصرخون لكن لا يمكن سماعهم من القوارب الأخرى التي تصارح هي أيضا هذه العاصفة العنيفة. بسبب الظلام الحالك لا واحد يستطيع رؤية شيء، إنه لا شيء مرعب. القارب يمتلئ بالمياه فيحاولون كلهم نزعها منه، رغم أنهم 12 تلميذا لم يتمكنوا من ذلك. العاصفة قوية جدا، إنه اليأس في هذه الظلمة. فهموا أنهم حتما سيموتون غرقا. كم من مرة سمعوا حكايات مرعبة متعلقة بصيادين هلكوا في هذه البحيرة التي تفاجئ الناس. كما يبدو فإن هذه المرة حل دورهم. وأخيرا ينظرون إلى عيسى الذي كان ما زال نائما رغم كل ما حدث، إنه حتما مبلل. دخل تلامذة الرعب فبدأوا يصرخون، سنموت يا سيدنا، أنت لا تبالي، لست قلقا، الحالة صعبة، ساعدنا يا سيدنا. هل عندهم أمل بأن عيسى سيعمل شيء كي ينقذهم؟ لقد رأوا كثيرا من معجزاته. غير ممكن أن تنتهي قصتهم هنا. عيسى استيقظ فأمر بعنف للبحر والرياح أن يتوقف قائلا، الصمت، اسكتا. ولا واحد له وقت في التفكير. في لحظة كل شيء يهدأ والرياح تتوقف. لا شيء، لا عاصفة ولا إعصار. نعم، إنها معجزة. نجوا، لقد نجوا. عيسى يلتفت إليهم فيقول لهم، لماذا خفتم لهذه الدرجة؟ أليس عندكم إيمان؟ كيف أن ليس لديكم الثقة فيا؟
لكن ولا واحد أجابه، بل خوفهم من الموت تحول إلى فزع رهيب، لأنهم فهموا أن الذي معهم ليس فقط بإنسان، لأن واحد فقط له السلطة على البحر والرياح. نعم، لقد فهموا أن عيسى هو الله، شرعا في الحديث فيما بينهم. من هو إذن هذا لكي حتى الرياح والبحر يطيعانه؟ قد رأوا من قبل عيسى يصنع أشياء خارقة للعادة. نجد أيضا أن الله قد اختار في الماضي رجالا يتحدثون من قبله، إنهم رسلا، فأحيانا يسمح لهم بالقيام بأشياء خارقة للعادة، معجزات، وذلك كي يسمع لهم الناس ويصدقوا كلامهم، لأن الكتاب المقدس لم يكن مكتوبا كاملا. كثيرا من الناس يظنون أن عيسى رسولا فقط، ولكن هنا التلاميذ أنقذوا من الموت في مجرد لحظة، لم يسمعوا أبدا كلام حول أي رسول له كل هذه القدرة، وخاصة أنهم الآن لم يروا رسولا منذ زمن طويل، لأن الله غاضب بسبب الشر الذي يسكن قلوب الناس حيث سيطر عليها. من هو إذن عيسى؟ رسول مع القوة العظمى أم هو الله في حد ذاته؟ تصور نفسك في هذا القارب، ماذا سيكون تفكيرك؟ نعم، الله غاضب ضد البشر لأنهم تركوا للشر مكانا كبيرا في قلوبهم. رومية 3:23، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لا يضعون ثقة في عيسى كي ينقذهم، الله مضطر أن يعاقبنا لأنه عادل. فكر في أسبوعك، هل هناك يوم لم تعمل فيه الشر أو كذبت ولو أكذوبة صغيرة؟ قمت بحماقة؟ كانت لديك فكرة شريرة؟ أنت أيضا يجب أن تعاقب بسبب هذا. إذن بما أننا هكذا كل يوم، تصور كيف يجب أن يكون العقاب، فظيع أسوأ من هذه العاصفة. لكن عيسى عقب في مكاننا، عقاب كبير، الموت. الله قبل أن يدفع عيسى الثمن من أجلنا، من أجلك، لكن أيقظه من بين الأموات، أحياه ورفعه إلى السماء. لكن رأيت في الحكاية أن عيسى كان مع تلامذته رغم أنه سيموت، فهم مضطرون أن يطلبوا منه النجدة، إذن هذا ما فعله. اليوم كما هو الأمر بالنسبة لك أنت، فهو كذلك بالنسبة لي أنا. رغم أن عيسى عقب في مكاننا، فيجب أن تطلب منه غفرانا من أجل الشر الموجود في قلبك الذي يسمى الذنب، وتطلب منه أن ينقذك واضعا فيه الثقة أنه يستطيع ذلك. فقط في هذه اللحظة يمكن لك النجدة من هذا العقاب الفظيع. إنه خبر صار، وعيسى وعدنا أنه يغفر لنا إلى الأبد، إذن يعطي لنا هدية وهي الحياة الأبدية. يمكن لك أن تطلب الآن منه ذلك، فهو يعرفك، نعم أنت شخصيا، ويحبك محبة عظيمة. الآن نصلي. سيدي عيسى، شكرا لك لأنك الله، وقبلت أن تأتي على سطح الأرض. لقد عرفتنا على الحقيقة، عملت أشياء عظيمة وصنعت معجزات. سيدي أنا آمنت بك وأعلم أنك أعطيت لي الحياة الأبدية، لأن هذا مكتوب في الكتاب المقدس. أصلي من أجل هؤلاء الأطفال الذين يسمعون الآن لكي هم أيضا يعرفونك وينقذون من العقاب الشديد الذي ينتظر الذين لا يؤمنون بك. شكرا يا سيدي، آمين. لنقرأ الآن نص الحكاية في إنجيل مرقس الشطر 4، الآيات من 35 إلى 41. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. حدث نوء وريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر أسكت أبكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا، فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. ألقاكم عن قريب في قصة أخرى، إلى اللقاء.